مرحبا برج الحمل، أهلا فيكم. برج الحمل الشريك أو الحبيب يعرف أنه في البداية سبب لكم الأسى، هو يعرف أنه هو مسؤول، يعتبر نفسه مسؤول بينه وبين نفسه، بأن هو اللي تسبب في هذا الشيء، هو اللي تسبب في الانفصال، ولكن في نفس الوقت هو يراك، هذه هي طاقتك، أنت ملكة النار، أنت برج الحمل، هذه طاقتك وهذا عنصرك، معناته يراك أنك عنيد. وعنيد عندنا هاي كارت أيضا التفاصيل، العمل باجتهاد. عزيزي برج الحمل، الشريك يراك أن أنت توقف عند الصغيرة والكبيرة، كأنما هني عندك طاقة اللي أنا ما أفوت أي شيء، أنا ما راح أتنازل عن أي شيء، سواء غلطة صغيرة عفوا أو غلطة كبيرة. فكأنما هني هو كان يعتبر نفسه أنه مقبل عليك وعنده عرض جديد وعنده عرض من الحب، ولكن انصدم بردة فعلك، انصدم بصدك له، انصدم بمطالباتك. لما نصل مرحلة العشرة معناتها مرحلة احنا غير قادرين على ان نحمل ثقل اكثر من هذا الثقل، وايضا وان كانت عندنا رغبة جديدة في ان نعرض على الحبيب والشريك حب من جديد، هو يراك ان انت ما تسمح له بالدخول، ان انت اطباعك، كأنما هني اطباعك صعب ان يغيرها، يريد أن يغيرها، ولكن هو يراك بسبب عنادك وتمسكك بالتفاصيل، تدقيقك، هذا أيضا طاقة التدقيق. عندك طاقة اللوم تجاهه وطاقة التدقيق، فكأنما هو يراك إن لأن أنت احتمال كنت في طبيعتك النارية كنت غير مرن معه. هذا هو كيف يراك. اللي بعده خلنا نشوف ما هي خطوته القادمة تجاهك. أوكي، احتمال انك تتعامل مع ابراج ترابية او مائية يا برج الحمل. عندنا هاي الطاقتين واضحين. خطوته القادمة تجاهك هو انه راح يظل كأنما عين عليك، يرتقبك ويراقبك من بعيد، ولكن في نفس الوقت ما يتخذ اي خطوة جادة تجاه العلاقة، لان هني كأنما يشوفك انت واقف بثبات في وضعك الحالي، واقف بثبات. عندك أنت طاقتين، طاقة الاستقرار، طاقة اللي أنا متشبث برأيي وأنا أعرف ماذا أفعل وأنا أعرف ماذا أقول. فكأنما هو هني راح يختار أنه يظل بين أنه موجود في حياتك من بعيد وبين أن عينه عليك ويراقبك، أفضل بالنسبة له من أن يدخل حياتك. وأيضا خطوته القادمة احتمال أنه راح يحاول يعرض عليك أموال أو يغريك بالأموال، لأن هني كأنما كان عنده عرض الحب كوب الأكواب، ولكن أنت ما قبلتها أو أنت ما كنت مستعد أن تقبلها، فرح يحاول في المستقبل أنه يبتدي يغير معاك الأسلوب، بدل ما يعرض عليك الحب والوعود والكلام اللطيف، رح يحاول أنه يكون مستقر أكثر، يثبت حبه وكلامه بالارتباط أو بالأموال، بوجوده في حياتك، بوقفته معك. ولكن اللي قاعدة أشوفه حاليا أنه هو في طاقة الجاسوس اللي واقف يحوم حول البيت، لا هو طالع ولا هو داخل، صاير ما بين البين، لا هو طالع من حياتك وراضي أنه تنتهي العلاقة للأبد، هو غير متقبل هذا الشيء، ولأنه في نفس الوقت مستعد أنه أو عنده حتى الطاقة أن يستجمع أقوى قواه ويدخل حياتك بقوة. أشوفك هني كأنما أنت اللي يا برج الحمل صار عندك عدم ثقة بطاقة الأكواب، وهي طاقة المشاعر، طاقة الحب، الكلام المعسول من الحبيب، الوعود أيضا من الحبيب. ففي المستقبل أشوف أنه راح يحاول يثبت بشكل عملي الكلام اللي قال لك إياه. خلنا نشوف ما الذي يخفيه الحبيب يا برج الحمل. طبعا طاقة هني العرض العملي ممكن يكون عرض الزواج، عرض دعوة إلى الخروج، عرض خل نتكلم ونتفاهم، شيء عملي، شيء ملموس، شيء جاد أكثر من العادة. خلنا نشوف ما الذي يخفيه الحبيب. ملك النار وتسع الأكواب، طاقة الماء جدا واضحة عندي في هاي القراءة، الكثير من طاقة الماء. احتمال أنك يا برج الحمل قاعد تتعامل مع شريكك يكون من برج الحوت، العقرب، اوكي، الحوت، العقرب او السرطان. اللي قاعد يخفي عنك الجزء اللي انت ما تشوفه، انت هني انت هي طاقتك ملكة النار، هو
كأنما هني يخفي عنك قدرته على أن يعاملك بالمثل، أو يسوي مثل ما نقول يحط راسه براسك. هو عنده القدرة، كأنما هني يقول أنا عندي القدرة أن أعاملك بالمثل يا برج الحمل، وأن أنا أيضا أصير عنيد وما أطوف لك الصغيرة والكبيرة، ولكن أنا سأختار أني أكون الشخص الأنضج في العلاقة، الملك سلطته ونضوجه أكثر من الملكة. لماذا هو هني قاعد يختار أنه يكون الشخص الأنضج في العلاقة؟ من أجل أن العلاقة ما تنتهي، من أجل أن ما يحدث الانفصال بشكل نهائي. هو كأنما يعرف إذا عاندك أو شد معك أوكي، أو أخطأ بشكل أكبر من اللي أخطأ في السابق، كأنما رح يخسرك، ويكون مو فقط انفصال، رح يكون خسارة ما فيها أمل للرجوع. فكأنما إهني هو عنده طاقة كبت المشاعر، يحاول أن يكبت، عنده الكثير من الكلام، لما تتكلم حتى معه كأنما هو قاعد يحاول أن يمسك لسانه من أن ينفرط وفعلا يقول اللي في قلبه. هو أيضا حامل في قلبه عليك، عند طاقة المياه حامل في قلبه عليك، على تصرفاتك أنت، أخطائك أنت الخاصة موجودة ترى في باله، محددها كاتبها عند قائمة بأخطائك الخاصة، ولكن في نفس الوقت لا يريد أن يواجهك بها، يريد أن ينسحب، مو لعدم قدرته على المواجهة. عند طاقة الملك هو مشتري العلاقة، في قلبه الكثير من الكلام، الكلام مو الخاص فقط بالعواطف، الكلام الخاص بأخطائك أنت الخاصة، الأخطاء اللي أنت سويتها، تقصيرك معايا يا برج الحمل، أو الأمور احتمال اللي وعدتها أنت أيضا فيها وما نفذتها. فكأنما هني لأنه حاط هدفه وعينه على اللقاء، على الحب، على الاجتماع بينكم يوم من الأيام، على الرجوع، وإن كان أمل بسيط، هو قابل أن يظل يكتم أوكي، عشان هذا الأمل أفضل من أن يواجهك ويخسرك. هذه كانت القراءة للمنفصلين. رح نسوي قراءة العزاب. وطبعا رح أضع الدقائق اللي تبتدي فيها قراءة كل مجموعة أسفل الفيديو. خلنا نشوف قراءة العزاب. قراءة العزاب رح نسأل سؤالين. السؤال الأول: من القادم في طريقك؟ مواصفات الشكلية والأطباع. لما أقول القادم في طريقك، مو شرط أني أعطيك وعد أنه سيبقى للأبد، هذا الشيء بيدك وبيده وأيضا بيد الله. أنا مجرد قاعد أشوف طاقته. دائما يقولون الشخص يدخل حياتنا من أجل سبب أو موسم، الموسم فترة وينتهي، أو عمر بأكمله، ممكن يكون أي سبب منهم. خلنا نشوف من القادم في طريقك يا عزاب برج الحمل. حتى إذا أنت كنت لحد الآن مو بأعزب مرتبط، ولكن ترغب في أن يدخل شخص جديد حياتك، هذه القراءة أيضا راح تنطبق عليك إن شاء الله. القادم في طريقك شخص خجول، شخص بالعادة لا يبادر، شفت، لا يبادر، لا يعبر عن مشاعره أو رغبته في أن يكون معك. أيضا هذه طاقتك مرة ثانية يا برج الحمل، لأنه هو يتخوف من ردة فعلك، يراك أنت أن شخص ناضج أعلى منه، واثق أكثر منه، احتمال هو من الأبراج الترابية، ثور، عذراء، ثور وعذراء، وأيضا ذكروني جدي، أوكي، ثور وعذراء وجدي. هو قادم في طريقك، ولكن يحس نفسه أن أقل نضجا منك، يعني احتمال أنت تعرف نفسك أكثر، أنت واثق أكثر، عندك أهداف أوضح يا برج الحمل الأعزب. فكأنما هني قاعد يحسبها كذا مرة، كثرة الحساب، إنزين، كثرة التخطيط هي جدا طاقة الأبراج الترابية، يأخذ الخماسي، يأخذ العرض، عرض الحب، عرض الارتباط للشخص المناسب، يحرص أن يصل هذا العرض إلى الشخص المناسب. هو كأنما متخوف، الشخص القادم في طريقك متخوف من أن تقطع عليه باب الأمل. أشوف شخص جاد، شخص برج الحمل، كأنما أنت
لا تحبذ الارتباط فيه، عندك شخص آخر في بالك وهذا الشخص راح يدخل في حياتك فجأة أو بدون ما أنت تخطط. هو كان يراقبك من بعيد من زمان لفترة طويلة، عينه عليك، أنت مش ملاحظة هو ملاحظك. صفاته الشكلية نحيف أو رشيق، خلينا نقول رشيق، طوله من وسط إلى شوية أطول، أوكي، بشرته حنطية، هذه هي المواصفات اللي طالعة معاي. احتمال إنه يكون إما في سنك إما أصغر منك، ولكن بالتأكيد هذا الشخص ليس أكبر منك سنا. أطباعه، هو جدا يعتمد عليه، خجول، الطبقة الخارجية خجول، يستحي، مو من السهل إنه يكلم الإناث أو الطرف الآخر، الجنس الآخر، جدا حذر وخجول في التعبير عن مشاعره. يعني أول ما تلتقي فيه راح تفكر إنه خجول أو انعزالي، ولكن لما تتعرف عليه راح تدرك إنه هو يحتوي على كنز من الأفكار، من المعرفة، من القدرات، إنه هو شخص فعلا تستطيع تبني معاه مستقبل، أسرة، حياة زوجية سعيدة. وإن كنت هني كأنما أشوفك أنت يا برج الحمل في بالك وتتوقع شخص ثاني، لأن أنت هني أشوفك في طاقة الثقة، تبي شخص يكافئك في القوة، ولكن تأكد أن هذه مجرد الطبقة الخارجية لهذا الشخص. أوكي، أسفل هذا الرداء شخص واثق، ولكن كأنما تخوفه الوحيد هو من رفضك له. عندك أنت السيف، عنده تخوف من رفضك، فراح طريقة تواصله معك واستدراجك إلى العلاقة راح تكون جدا حذرة. خلينا نشوف كيف تتعامل معه يا برج الحمل هذا الشخص، وما هي الطريقة الأفضل للتعامل معه عندما يدخل في حياتك. يعني جدا واضح عندي طاقة إن أشوفك أنت هني يا برج الحمل تفكر في شخص ثاني، تنتظر مبادرة شخص ثاني، وهذا الشخص يدخل عرض، فكأنما أنت هني صاير تشك في نواياه وما عندك رغبة في أن تقبل عرضه. وأيضا هذا الشخص في بداية حياته، توه يأسس حياته، توه يحاول يبحث عن وظيفة أو يجمع الأموال. فارس ليس ملك، في بداية التغيير في حياته. خلينا نشوف كيف تتعامل معه. هني يقول لك يا برج الحمل، قبل أن تقبل عرضه، قاعد أشوف هذا السيناريو والقصة بشكل واضح، كأنما أنت يا برج الحمل بسبب صد الشخص الثاني عنك، أنت عينك على شخص ثاني، ولكن مثل ما قلت لك سيأتيك هذا الشخص عرض في حياتك، يأتيك بعرض جاد، ولكن كأنما راح تستخدمه أنت عشان تستفز الشخص اللي أنت ترغب فيه. التحذير هو لا تفعل هذا الشيء يا برج الحمل، لا تدخل في طاقة التنافس والمشاحنة بين هذين الشخصين. من بين 5 الأغصان أنت يجب أن تختار، وإن كان الخيار ليس الذي ترغب فيه، ولكن لا تختار الشخص أو تقبل عرضه أو تسمح له يدخل حياتك حتى لفترة بسيطة فقط من أجل أن تستفز الشخص الثاني، كأنما هي طريقة رخيصة، طريقة سيئة أو سلبية أن تحصل على اهتمام الشخص اللي في بالك عن طريق استخدامك لهذا الشخص، لأن هذا الشخص كبرياء بسرعة ينجرح، هو خجول، هو هادئ، فعندما يقبل عليك احرص أن أنت بالعكس ما تجرحه، ما تستخدمه، ما تستفزه. هذا الشخص محتاج إلى الاستقرار معك، محتاج انه بالعكس يكون واثق معك ان انت الخيار بالنسبة له. لا تدخل معاه في طاقة المنافسة، عليك بطاقة الاختيار. قبل ان تقبل عرضه وتسمح له يدخل في حياتك لازم تختار، كن واضح معاه بشأن اختيارك. اذا انت وكأنما هني ايضا عندك طاقة الاخفاء، طاقة الزاهد اللي يذهب يستكشف في منتصف الليل، فهني كأنما يقول لك حاول تخبي عنه حقيقة أن لديك شخص آخر في بالك، وأيضا شوف الأمور معه
بشكل مختصر التارو قاعد يقولك هذا الشخص هو من مصلحتك وأفضل أفضل لك من الشخص اللي في بالك. دائما نحن نريد الشخص اللي ما يبينا، حافظ عليه، خذ الكنترول، أوكي، تقبل البداية الجديدة مع الشخص الجديد. ولازم أيضا عندك طاقة السيف، لازم تنهي الموضوع وآمالك المتعلقة بالشخص القديم اللي في بالك. انزين، الشخص اللي في بالك، لأن أنت عندك شخص في بالك احتمال من البرج المائي، مثل ما قلت لك أنت متعلق ببرج مائي، عقرب، سرطان، حوت. ولكن هذا البرج اللي أنت قاعد تبني عليه آمال، مهما سويت ما رح يتقبل عرضك. عنده 4 الأكواب، وإن كان ترى هو ملاحظ وجودك وانت تشوفه شريك ممتاز فيه الصفات اللي تبحث عنها، هني قاعد يقول لك كأنما هذا الشيء غير مكتوب بينكم، لأن عمره ما راح يقبل حبك أو وجودك في حياته، أو حتى يقبل أن أنت تدخل حياته وتبنون شيء مع بعض. كأنما اللي تبي تبنيه راح يصير، ولكن مع شخص آخر، شخص من برج ترابي، شخص أفضل لك، ممكن يكون حتى يكون ناري، ولكن هو على هاي الجهة. أحرص أن هذا الشخص تعتني فيه، تدخل حياتك وتكون حياتك مرتبة غير مكركبة، اهتمامك غير مشتت ما بين الشخص اللي برجه مائي والشخص اللي برجه ترابي أو ناري. اختار صح، اختار اللي من مصلحتك. كأنما أنت العين، عينك هني على شخص غير مكتوب لك وليس من مصلحتك أن تكون معه. أوكي عزيزي برج الحمل، هذه هي الرسالة لك. وآخر آخر مجموعة هي مجموعة المرتبطين. أعزائي المرتبطين معناتها أنتم مرتبطين في علاقة، في زواج، أو حتى في خطبة. تنطبق عليكم هذه المجموعة. الأرامل، لأن شفتنا في الكومنتات تسألوني على الأرامل، الأرملة إذا كان ما في بحياتها شخص جديد، تنتظر شخص يدخل حياتها، معناتها تنطبق عليها مجموعة العزاب. أوكي، خلنا نشوف المرتبطين كيف يراك الشريك. الشريك يرى أن أنت تحافظ على ثبات واستقرار البيت بوجودك في حياته. أنت جدا أشوفك كأنه شاطر، مبدع في المحافظة على استقرار المنزل. أنت الحجر الأساسي لاستقراره، لحياته، لسعادته. هكذا يراك الشريك. وأيضا احتمال أنه عندك هني أنت متزوج من شخص برجه مائي، عقرب، حوت، سرطان، أو مرتبط بشخص برجه مائي. خلينا نشوف كيف يراك. ولكن طبعا دائما لازم يكون في عناد، هذه هي طبيعة الأبراج النارية. المتزوجين أو المرتبطين أو اللي في علاقة مع برج الحمل، الشريك يراك أن أنت، نعم، كأنما فيهني السعادة اللي أنت تجلبها لحياته، اكتمال السعادة، مو فقط السعادة، السعادة دائما تكون ناقصة بدونك، استقراره أيضا ناقص بدونك، أنت اللي تكمل عليه حياته. 10 الأكواب هو الأسرة السعيدة، الأموال، الراحة، الزواج، الحب، كلهم مجتمعين في نفس الطاقة، في نفس المكان، مع نفس الشخص. ولكن طبعا حياتكم، هو يعرف أن حياتكم لا تخلو من المشاكل. لماذا؟ لازم دائما طاقة الأبراج النارية تطلع ما بين وقت وآخر. وإن كنت أنت في طاقة الماء، الطاقة الهادئة الناعمة السلسة، ولكن يشوفك أن دائما أوقات معينة تفلت مشاعرك منك بسرعة، احتمالك أنك تعصب بسرعة، تستفز بسرعة. يعني تكون مثلا قاعد هادئ معاه، هذا كرت الهدوء، تكون قاعد معاه هادئ مستقر، الأمور تمام، الأطفال سعيدين، الأهل سعيدين، كلكم تمام، مرة واحدة تروح من 0 إلى 100، تطلع طاقتك النارية عليه. تعصب بسبب شيء حدث في الماضي، تعصب بسبب شيء حدث قبل أسبوع، عندك هاي النوع من الطاقة. أو تكون جدا تحب التحكم وأيضا عنيد، هذا طاقة أنا أعرف ماذا أريد وأنا أعرف ماذا أفعل، ما أحتاج نصيحتكم. هو يرى أن فيك هذا الطبع وفيك هذا
الشيء، ولكن كأنما هني ابتدأ هو يفهمك ان انت طيبة قلبك تعني انه هو راح يتحمل هذا الشيء. يعني هو ابتدأ بدل ان يظل يحارب طبيعتك النارية، هو داخل في مرحلة ابتدأ يتقبل طبيعتك النارية ويتفهمها ويعمل معاك عليها. يعني لما انت تعصب هو راح يحافظ على نفسه يكون هادئ. ابتدت الديناميكية تضبط بينكم أكثر في الفترة القادمة، ولكن يقولك يا برج الحمل أنت فعلا محتاج للسيطرة على مشاعرك، على طاقتك النارية. عندك كرت برج الأسد القوة، هاي الكرت تتكلم عن ترويض الأسد اللي في داخلنا، السيطرة عليه من أن لا يفلت، لأن الأسد يمثل الرغبات، الطاقة النارية، العناد، الهجوم، الافتراس. أنت محتاج أيضا مهما كان هذا الشريك يحاول أن يمتص في طاقة الإسفنجة، يمتص الغضب، النقاش، ثورانك بشكل مفاجئ، ولكن حاول أن أنت أيضا كأنما هني يقول لك عندك ثلاث الخماسيات. هني يقول لك استقرار العلاقة مو فقط تعتمد على جهود هذا الشخص أن يظل يتعامل مع نوباتك العصبية أو نوباتك في الشغف وفي العواطف، لا، واندفاعك. يجب أن يكون العمل مشترك بينكم، هو يتفهم طبيعتك وأنت أيضا لازم تبتدي تحاول أن تسيطر على مشاعرك النارية. لما تحس أن أنت بسرعة استفزيت بسبب حتى بدون سبب، هذا هي طبيعتك، حتى بدون سبب أو بسبب سخيف أنت تستفز وتعصب وتنفعل وتبتدي تقلق، بسرعة ادخل في طاقة التأمل، طاقة التنفس، طاقة الهدوء، عشان تستقر العلاقة وتمشي في الاتجاه اللي انت تبونه. جدا مهم ان العمل يكون مشترك بينكم من كل الاطراف عشان يكون في استقرار. هذه هي الرسالة لك. خلنا نشوف ماذا تفعل لكي تطور العلاقة، وايضا ما هي نقاط قوتك. عندك كرت القمر، كرت تخبية الأمور، الإمبراطورة، الرجل المعلق، عشر الأغصان. هني أول شيء قاعد يقول لك ما الذي يجب عليك تجنبه، تجنب أن تدخل في مشاحنات صراع. طاقة خمسة الأغصان معناتها تعرف لما يجلسون أطفال مع بعض، واحد يضرب الثاني، الثاني يرجع للضربة، هذه هي الطاقة، طاقة أضربني وأضربك وأوقف لك على الحبة. لا تدخل معاه في هاي الطاقة يا برج الحمل، لأن هذه الطاقة هي اللي تثقل كاهل الشريك، هذه اللي يخليه غير قادر على، إذا أنت مو عاجبك أداء داخل المنزل، داخل العلاقة، أو حتى في أثناء فترة الخطوبة بينكم، تأكد أن بسبب المشاحنات أنت تعامل مع شخص ما يتحمل الكثير من الطاقة النارية، لأن طاقة احتمال برج ترابي أو برج حتى مائي. فهني يقول لك لا تدخل معاه في مشاحنات. إذا كنت تريد أن هو يتخذ أمامك خطوات للتغيير، خطوات للتطوير، كن في طاقة الهدوء، في طاقة الانتظار، في طاقة اللي إحنا زرعناه، لازم رح يثمر، ولكن مع الوقت. الإمبراطورة تعرف أن عندما تحمل رح يأخذها رعاية ووقت وجهد وتسعة شهور حتى تستطيع أن تلد. مو شرط تلد الجنين، ممكن أن احنا نلد حلم، حلم الارتباط، حلم الاستقرار، حلم أنه يصير عندنا بيت، يصير عندنا أملاك، نستطيع أن نتخلص من الديون. عندكم هاي نوع من الطاقة، احتمال أنه الشريك كأنما صاير عليه الكثير من الديون، فأنت هنا يقول لك لا تكون عبء عليه. طاقة الإمبراطورة ساعدة، كن عامل مساعد له. هني ادخل في طاقة شلون أنا أقدر أكون عون لهذا الشخص، أكون فعلا شريك له، بدل أن أدخل معاه وأستفزه بسبب أنه لم يفعل هذا ولم يفعل هذا وقصر في هذا. ادخل في طاقة جدا مختلفة، هذه هي النصيحة لك، وهذه هي نقطة قوتك في الفترة القادمة. عندك كرتين تحت بعض يعنون لي الاسترخاء،
كأنما شريكك هني لا يطالبك أن تشيل الثقل من عليه أبدا، وحتى أنت مش محتاج تسوي هذا الشيء.